خلينا نشوف أسوان في صعيد مصر. من هناك معنا أحمد مصلحي مراسل قناة تن. أحمد برحب بيك، ويعني ما تم رصده حتى الآن، ملاحظاتك منذ بداية اليوم الانتخابي وإحنا تقريبا بدأنا في النص الثاني من اليوم. مساء الخير داليا. يعني نحن الآن متواجدين داخل مدينة أسوان في مدرسة الثانوية بنات المتواجدة في مدينة أسوان. يعني منذ قليل بدأت ساعة الراحة اللي بيتوقف فيها عمليات التصويت لالتقاط الأنفاس، لأن من المعروف أن التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء. بدأت ساعة الراحة، ولكن يعني منذ الصباح الباكر وحتى الآن نسبة الإقبال هي أقل من المتوسط، نظرا يعني البعض بيرجعها في محافظة أسوان لارتفاع درجات الحرارة الشديدة المعروفة عن هذه المحافظة. درجة الحرارة بلغت الآن حوالي 43 درجة مئوية، وبالتالي من المتوقع أن الساعات الأخيرة من النهار ستشهد إقبالا شديدا، ده حسب بعض آراء الناس هنا في محافظة أسوان. بعض اللجان وردت إلينا بعض المعلومات في الصباح الباكر، بعض اللجان في دوائر محافظة أسوان فتحت متأخرة يعني حتى الساعة 11 صباحا بسبب تأخر بعض القضاة، لكن يعني بعد الساعة 11 صباحا استمرت عملية التصويت وانتظمت بشكل طبيعي جدا. قوات الأمن وقوات الشرطة وقوات الجيش بتؤمن محيط اللجان الانتخابية، ودوريات من الشرطة المدنية والشرطة العسكرية تجوب الشوارع لحفظ الأمن. السيد مدير الأمن أدلى مدير أمن أسوان أدلى إلينا ببعض التصريحات بيطمئن فيها السادة المواطنين على الحالة الأمنية والحالة المرورية أيضا هنا في محافظة أسوان، وأن كل الإجراءات اتخذت لتسهيل عملية التصويت عليهم. يعني هناك متواجد فرد أمن من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية متواجد هنا أو متواجد في كل لجنة من اللجان الموجودة في مدينة أسوان وفي الخمس دوائر الموجودة في المحافظة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن من الناخبين، وأيضا كرسي متحرك مخصص لهذا الشأن لكبار السن الذين سيأتون للإدلاء بأصواتهم. لمست أي خروقات؟ هل تحدثت مع من يمثل منظمات المجتمع المدني المتواجدين بمحيط اللجان؟ هل رصدوا أي خروقات، أي بلاغات؟ حتى الآن لم ترد إلينا أي معلومات أو أي خروقات تصيب بالعملية الانتخابية بالبطلان، أو يعني بعض اللافتات لازالت معلقة أمام بعض اللجان في الخمس الدوائر الموجودة في محافظة أسوان، لكن دون ذلك لم ترد إلينا أي معلومات أو أي بلاغات أو شكاوى من خروقات انتخابية. هذا هو الوضع العام هنا، وضع يسيطر عليه الهدوء والأمن في مدينة أسوان. فترة راحة من 2:30 ل 3:30 تقريبا، هل ده بدأ تفعيله في دلوقتي فترة راحة انتخابية؟ بالفعل بدأ تفعيل فترة الراحة الانتخابية من الساعة 2:30 وسوف تستمر إلى الساعة 3:30 من عصر اليوم. خليني أقول أيضا أن بعض المراقبين الدوليين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومراقبين من جامعة الدول العربية لوحظ تواجدهم بشكل مكثف في لجان مدينة أسوان، سواء في فترة التصويت أو ما قبل التصويت أثناء فتح اللجان، ولكن لم يدلوا بأي تصريحات لوسائل الإعلام حتى الآن. فكرة غلق اللجان وإعادة فتحها مرة أخرى، يعني إلى أي مدى ده بيستغرق وقت ويستغرق مجهود أيضا؟ يعني فتح اللجان مرة أخرى يعني كما كان الموضوع بسلاسة وببساطة في الساعة 2:30 تم غلق اللجان، سيتم فتح اللجان مرة أخرى في الساعة 3:30، واللجان ستستقبل الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم هنا. شكرا جزيلا أحمد مصلحي مراسل قناة تن من أسوان.